السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل زبادي او اللبن الروب زي ما كل بلد بتقولها او يوجر. هنعملها بطريقه مختلفه عن كل الطرق. ودلوقتي دول 8 كوبايات لبن وكوبايتين ويب كريم اللي هي الكريمه اللباني. هنغليهم، ولما نغليهم هقول لكم هنعمل ايه بعد كده. لبن غالي اهو، بصوا عامل ازاي. هندفع عليه وهنسيبه يدفع ساعة أو ساعة ونص، هبقول لكم هو خد قد إيه بالظبط، عشان لو عملنا الزبادي وهو سخن بالطريقة دي هيبقى مية ومش هينفع، ولا يبقى سخن قوي ولا ساقع قوي، يبقى متوسط زي دمعة العين كده، تبقى دافية وخلاص. هندفع عليه ونسيبه، وبعد ساعة هقول لكم إيه اللي هنكمله. اللبن اهو لما بقى دافي تشوفيه بالمعلقة تلاقيه دافي زي دمعة العين. حطينا حبة في الخلاط هنا، وهنحط عليهم 3 معالق زبادي. الزبادي اهو الشركة دي انا بفضلها، لكن هنا في شركات ما شاء الله كتير قوي، دي انا بحبها. هاخد منها 3 معالق واحطهم على حبه اللبن دول، واضربهم في الخلاط عشان تتقلب بسرعه بدل انا ما افضل اقلب فيها، وبعدين هنرجع تاني. ادي الزبادي اللبن، والزبادي حطيت من اللبن اللي احنا غليناه، حطيت كبشتين في الشفشق الخلاط وحطيت عليهم 3 معالق زبادي كبار وقلبتهم في بعض في قلب الخلاط. ادي اهي لما بتقلبه هندلقها هنا على اللبن ونقلبها وتحبيها في الكوبايات، في اطباق، في علبة زبادي كبيرة زي ما انت عاوزة تعمليها. هقلبها واحطها في العلب، واقول لكم بقى الخطوة المهمة هيبقى الزبادي ازاي، ولا بفرن ولا بمية سخنة ولا بأي حاجة من الحاجات دي خالص. ادي اهو دلقتها في علب زبادي، نفس الشركة، نفس الزبادي اللي انا حاطه فيها علشان ما عنديش مكان في التلاجة عشان احط في كوبايات ولا في علب صغيرة. فاحنا بنجيب اصلا العلبة بتبقى كبيرة وبنحطها بناخد منها، ما بيحصلهاش اي حاجة. فانا عبيتهم دلوقتي وهغطيهم. الحبة اللي احنا عملناهم طلعوا ما شاء الله العلبتين، والحبة اللي في الطبق دول هغطيهم ويقعدوا من 6 ساعات لتمن ساعات، ولا في الفرن ولا مية مغلية ولا فرن بوتاجاز ولا اي ولا اي حاجة. هغطيهم وهوريهم لكم هما متغطين دلوقتي. بصوا غطيتهم بيه بفوطة او ببشكير زي ما انتم ما بتقولوا عليه، وهم على الترابيزة اهم. ادي علبة الزبادي اهي، وادي البشكير اهو للفوطة، وان شاء الله من 6 ساعات لتمن ساعات، وفي اي مكان دافي، ولا تحطيه في فرن بوتاجاز ولا في مية سخنة ولا في اي حاجة ولا الحاجات دي كلها، صح يا نوسي؟ وخلاص على كده. وان شاء الله بعد 6 ساعات هوريه لكم يكون شكله عامل ازاي. ولو عجبكم الفكرة ديت او عجبكم الطريقة دي ابقوا اترحموا على صاحبتها هي اللي قايله لي عليها، ماما الحاجة، واحدة صاحبتي سورية عرفتها ساعة ما جيت هنا في أمريكا، وما شاء الله هي اللي كانت قايلة لي على فكرة الزبادي دي، قالتهولي ومن ساعتها وأنا بعمله والحمد لله نجح معايا وكل حاجة. ما بس أنا مفدوش في علب صغيرة ولا في كوبايات، بنحطه في العلب الكبيرة بتاعة الزبادي دي وبنشيله في التلاجة، بيقعد بالشهر وما بيحصلوش أي حاجة، بتعملي بيه كل اللي انت عاوزة تعمليه. هما في سوريا بيعملوا الاكل بتاعهم، اكتريه الاكل بتاعهم بالزبادي اللي هو شيخ المحشي والحاجه والشاكريه والحاجات دي، انا بستخدمه وبناكله عادي، وبنعمله في الحلويات، لكن ما بحطوش يعني في الاكل على في الحلويات بس. وان شاء الله تعجبكم الفكره وتنجح معاكم كلكم، ودي يبقى حاجه نظيفه وحاجه مضمونه ومعموله في البيت، وتوفروا
اما تشتروا العلبة، الله اعلم العلبة الاول كانت بجنيه، دلوقتي العلبة الله اعلم بكام، والعلبة فيها معلقة ما تعديش يعني. هذه الزبادي اهو بعد 8 ساعات. لما بيتحط في في التلاجة بيجمد اكتر من كده، ما بيحصلوش حاجة، هو كده حلو ما فيهوش حاجة اهو. بيبقى طعمه حلو عشان انا حاطه له ويب كريم، الويب كريم اللي هو بالعربي انا قلت لك ايه، كريمه لباني، وان شاء الله يعجبكم. حطينا عليه ويب كريم، الويب كريم دوت بيبقى عامل زي القشطه، وبالعربي اسمه كريمه لباني. ونغلي اللبن ونسيبه لحد ما يطفي، ما يبقى دافي زي دمعه العين كده، ولا سخن قوي ولا ساقع قوي. ايه دي الاتنين تبقى سخنة ولا ايه؟ يا الناس الكبيرة هتعرف الكلام اللي انا بقوله. وبعد كده نحط عليه 3 معالق لبن، اللي هو اللبن الزبادي العادي، ونقلبه في بعض وندلقه زي ما انتوا عاوزين بقى، في طبق صغير زي ده، في كوباية، في علبة، بس انا بحطه في علب كبيرة علشان خاطر مفيش مكان للتلاجة. بصوا ما شاء الله الكيلو ونص عمل لي علبتين ما شاء الله كبار قد ايه، وانضف واحسن من بتاع بره، وعامله انت بايدك وعارفه عامله ايه. او في حاجه بقى ملهاش دعوه باللبن ولا بالزبادي هكلمكم فيها تاني، عشان انا معرفش الكل هيشوف البث اللي انا عملته الصبح ولا محدش هيشوفه. يا جماعه انا اسفه لكل القنوات، اخواتي اللي طالعين جداد انا اسفه ليكم كلكم، ومعلش مش هقدر احط لكم حاجه في المنتدى، كان نفسي ومن عيني اساعدكم واحط لكم كل اللي انتوا عاوزينه، بس علشان انا سمعت المشاكل وبيقفلوا القنوات عشان القنوات في المراجعه ولسه ما اتحققتش الشروط بيحصل فيها مشاكل، فان شاء الله ادعوا لي ربنا يكرمني انا حققت الشروط والحمد لله، بس ربنا يكرمني والمراجعه تعدي على خير واخلص، وانا احط لكم والله كل اللي انتوا عاوزينه، وانا اسفه ليكم للمره التانيه، المره المليون، ومش عاوزه اي حد يزعل مني. وان شاء الله الزبادي بتاعنا يعجبكم، وربنا يا رب يصلح الحال لينا وليكم، وربنا يوفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزبادي اهو بقاله اسبوع او 10 ايام عاملاه، وانا جبته اوريه لكم. العلبة الاولانية خلصت وادي التانية، عشان اللي مش هيصدق اللي انا عاملاه، ولا بمية ولا بفرن بوتاجاز ولا اي حاجة، بس مغطياه ببطانية او ببشكير اللي هو الفوطة. وان شاء الله لما يعجبكم الطريقة ابو ترحموا على صاحبتها اللي قالت لي عليها، حاجة اسمها الحاجة ام وسيم، الله يرحمها يا رب.